وهذا سائل يقول: متزوج ولي أولاد، وزنيت مع بنت بكر، والآن تبت وأتيت للعمرة، وأريد الزواج من البنت لأصلح غلطتي، فما حكم الشرع في ذلك؟ الزانية لا يجوز أن المسلم يتزوجها حتى تتوب توبة صحيحة وتخرج من العدة. قال تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فما دامت لم تتب من الزنا فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله وتنقضي عدتها ويبرأ رحمها من الحمل، ثم بعد ذلك تتزوجها أنت ولا غيرك. نعم.